اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حوار اخر داخل الحوار، ولنا اسابيع طويله مع بعض بنحاول ان احنا يعني نتلمس طريقنا داخل الحوار الوطني باستضافه يعني رموز وشخوص وممثلين لافكار ومدارس سياسيه واقتصاديه واجتماعيه كثيره، وكمان بنناقش قضايا مختلفه في الحوار، ناقشنا عدد من القضايا، والنهارده عندنا خليط من الاثنين. عندنا مناقشة لشيء مهم، مصر نظامها حزبي، المادة الخامسة بالدستور بتقول ده، الواقع فيها متداول في الإعلام إنه عندنا أكثر من 100 حزب أو 110 أو 105، لكن الواقعية الحقيقة لجنة الأحزاب فيها 84 حزب مشهر، ده الرسمي 84 حزب في مصر، ده رقم ضخم جدا. بما إنه في نظام حزبي الدستور بيوجبه وتعددي، وبما إنه عندنا هذا العدد من الأحزاب، إذن متوقع وده في المحور السياسي في الحوار الوطني انه قضيه دعم النظام الحزبي ودعم الاحزاب وتقويتها هتبقى من القضايا المطروحه. هنحاول النهارده نتلمس ده على هامش الحوار الوطني لغايه ما الكلمات الاخيره والمهمه والرئيسيه والاقتراحات المحدده تقال من اطراف الحياه الحزبيه في مصر في الحوار الوطني، لكن هنحاول نفتح مع بعض هذا الملف. والنهارده بيشرفنا معانا في الاستوديو يعني ممثلين احزاب محترمه، بنرحب بيهم على التوالي. بنرحب بسياده النائب محمود اشرف ابو النصر، نائب رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب حماه الوطن. اهلا بيك يا فندم. الشيوخ اهلا بيك سيادتك. يا اهلا بمعاليك يا فندم. نرحب كمان بالنائب عبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، اهلا بيك سياده النائب. ومستشار الدكتور رفائيل بولس توادرس، رئيس حزب مصر القومي. اهلا بيك. هبدا بيك يا دكتور رفائيل. حضرتك يعني انت كحزب، يعني ما اعرفش انتوا يعني لكم كام سنه بدقه، لكن طوال فترتكم انتوا ايه المشاكل اللي واجهتكم؟ انا ببدا بالمشاكل عشان انت خط المشاكل وصلنا للحلول. هو طبعا لما نيجي نتكلم عن بصفه عامه الاحزاب السياسيه قوتها بتنبثق من القانون بتاعها. تمام. قانون الاحزاب السياسيه رقم 40 سنة 1977، يعني هذا القانون اتعمل في سنة 1977 مظبوط، وبالبلدي كده نقدر نقول عفى عنه الزمن. لابد من تعديله لأن هناك مشاكل كثيرة عن هذا القانون. وهذا القانون بيستمد أيضا قوته من المادة الخامسة من الدستور، والمادة الخامسة ملخصها أن بيلزم الدولة بالتعددية السياسية والتعددية الحزبية. التعددية السياسية والتعددية الحزبية. التعددية السياسية على مستوى العالم كله هناك مذاهب للسياسة. المذهب الديمقراطي مثلا، المذهب الاشتراكي، المذهب الليبرالي، المذهب الشيوعي، المذهب المدني، مذاهب سياسية في كل دول العالم. مصر احنا عندنا المذاهب دي ما عدا حاليا المذهب الشيوعي، لم يتشكل أي حزب على هذا المذهب. نرجع نقول أن قانون الأحزاب السياسية حط قواعد عامة لتنظيم الهياكل التنظيمية للأحزاب السياسية. في بعض المشاكل نشأت من هذا القانون، لأنه هذا القانون سنة 1977 كان في نص بيلزم الدولة أيضا بدعم الأحزاب السياسية، دعمها ماديا. تمام. بمبالغ معينة كل سنة عشان تصرف على نفسها وتصرف على المؤتمرات والندوات والبرامج بتاعتها. اتلغى هذا النص بموجب أمر عسكري في بعد ثورة 25 يناير مظبوط 2011. أصبح النهاردة بعد إلغاء هذا النص الأحزاب السياسية كلها بتصرف من جيبها الخاص. انا هقف هنا معلش، هو السؤال الاول عشان هي كده احنا حطينا الحصان بعد العربيه. انا سالت على حزب مصر القومي. ايوه. عشان انطلق من الحاله الى هل، لان الناس قد تفهم من كده ان الحزب عايزه فلوس. لا انا بس بقول لك عشان الخطر الكلام ده. لا احنا بنتكلم، انا بدي لك تمهيد. انتوا عملتوا ايه لانه هو ده والفلوس اثرت معاكم في ايه؟ ما هو لسه، ما ده مقدمه اللي انا مقدمه خطره. انا عشان كده بقول لحضرتك يعني نرجع لحزب مصر القومي، ايه اللي عمله والفلوس اثرت معاه في ايه؟ عشان انا مش ضد الدعم، بس عايز ارجع له بعد ما اشوف لازم الدعم لمن؟ دعم للاحزاب. معيار. ما هو النهارده انا لسه بقول لك دلوقتي ايه؟ بقول لك احنا يعني الحزب، اي الحزب، حزب مصر القومي او غيره،
بيعمل ندوات، بيعمل اجتماعات، بيعمل توعيه. سياده المستشار دلوقتي قانون الاحزاب بيتيح انشاء الاحزاب ازاي؟ بعدد من المواطنين، بعدد يعني مواطن 5000 توكيل وتعمل حزب في عدد من المحافظات. عظيم. تمام. طيب دلوقتي انا اتعمل المشهد اللي قدامي فيه 84 حزب. الاحزاب دي بعضها اشهر واختفى الى ما بدا الحوار. انا بتكلم بكلام صريح، يعني لم يظهر قط الا لما وقعنا الحوار الوطني. هل الدوله مطالبه بانه بلا معيار كلما انشئ حزب تدعمه ماديا، ولا لازم يبقى في معيار ما سياسي او احصائي معيار ما عشان نتاكد من انه هذا الحزب يستحق انه ياخذ من المال العام ما يدفعه كحزب؟ موضوع يستحق او لا يستحق مش هو ده المعيار. لا ده هو ده. انا بس لا سبب. هو الحزب لما طالما في 5000 شخص فاكثر لابد ان ينظر له بعين الاعتبار. طب الجمعيه الاهليه اللي فيها 200,000؟ نعم. الجمعيات الاهليه اللي فيها 200,000 واكثر. لا، الجمعيات الاهليه دي جمعيات خدميه مالهاش دخل بالسياسه. مواطنين برضه، بس بالعكس مالهاش دخل بالسياسه. تدعم الدوله اقصد. هو النهارده على دعم الدوله. خلينا الموضوع ده حساس جدا يا سياده المستشار. حساس جدا. واحنا بنركز ليه؟ لان الاحزاب السياسيه مهمتها اساسا اتعملت ليه؟ انت مش تتاكد انها احزاب سياسيه اصلا؟ عشان تشارك الدوله. ايوه، مش نتاكد انها بتمارس ممارسه الاحزاب السياسيه. امال تم الموافقه عليها ليه؟ لا، تم الموافقه واندثرت. خلاص ما اندثرت. هل مثلا يعني، هل مثلا، وانا بنقل السؤال ده برضه للاساتذه، الاستاذ عبد المنعم، يعني هل مثلا عشان الحزب، ودي نقطه مهمه انا مع الدعم مؤكد معاه والدعم باكثر من شكل طبعا، لكن سؤالي ازاي نتاكد انه هذا الحزب او ذاك حزب حقيقي او ارهاصات حزب حقيقي، وانه المال العام، لانه مش هيبقى بضع الاف من الجنيهات زي ما كان قبل كده. الاوضاع الماليه دلوقتي محتاجه دعم ضخم. ايه المعايير؟ لو انت مع الفكره ولا لا؟ في لجنه مختصه، من لجنه مشكله من 7 مستشارين. ايوه، للموافقه، بتشرف مش على مؤسسه النشاط، بتشرف على الاحزاب السياسيه. استشار للموافقه، مش لمتابعه النشاط السياسي. لا، للموافقه، طالما وافقت يعني في عدد لا يقل عن 5000 توكيل. كل 5000 توكيل يستحق الدعم اذا انشاوا حزبا، نشط او لم ينشط. انت مع الفكره اصلا ولا من ام بي؟ ما هو ده اللي المعيار بعد اذنك يعني. اتفضل. ما هو عشان بس نحدد، اصل لما تقول نشط او غير نشط، النشاط ما بيجيش كده، لا، النشاط ده بيتصرف عليه. عظيم. انا عشان كده سالت حضرتك، يعني اذا بيتصرف عليه خلاصه حزب مصر القومي. احنا الحزب بتاعنا الحمد لله بنصرف برضه وكل حاجه، لك احنا يعني انتشرنا على مستوى الجمهوريه بقى 136,000 عضو. تمام. من تاسيس اللي احنا اسسنا بيه انا والمرحوم طلعت السادات. تمام. 6300 يعني دلوقتي 136,000. 136,000. وعندنا مقرات. كم مقر؟ افتتحنا رسميا 325 مقر، وكلها بالجهود الذاتيه. عظيم. ادي معايير حضرتك ذكرت، معايير اهو ذاتيه. طيب ندي فرصه لسياده النائب. اتفضل سياده النائب. الاول دعم ولا لا؟ يعني انا شايف الموضوع ما ندخلش على دعم ولا طبعا هو لا، في موضوع النقطه دي انها هتصار. طيب يعني مصاره على فكره طبعا من عدد كبير. مشكله كبيره. انا رايي يا فندم انه دائما ما بيقول كده ايه، اسوأ انواع التعلم هو التعلم بالتجربه والخطا. تمام. لكن افضلها هو انك تشوف العالم او التجارب اللي قبلك وصلت لايه، وتبدا من صحيح. مطرح ما انتهى. وبالتالي مساله الاحزاب، هي الاحزاب علم يعني، لكن للاسف السياسه في مصر لسه الناس ما بتتعاملش معاه بمنطق ان هو علم. وبالتالي انت في كل حته في الدنيا بنشوف بره في كليات اقسام للاحزاب السياسيه، ناس تاخد فيها ماجستير ودكتوراه عشان يطلع متخصص في الاحزاب السياسيه. صحيح. وعندنا هنا في مصر طبعا دكتور اسامه الغزالي حرب مثلا كان الدكتوراه بتاعه في هذا الموضوع، وغيره من الافاضل. فالمساله هي مساله علم. انا لما اجي اقول لك على مساله الاحزاب في مساله الدعم، بدايه احنا عندنا اشكاليتين في التجربه الحزبيه في مصر. اشكاليات ليها علاقه بالبيئه الداخليه داخل الاحزاب، واشكاليات ليها علاقه بالبيئه الخارجيه. البيئه الداخليه فيها عدد من النقاط، لكن انا هدخل على حضرتك على طول في السؤال عشان اكون هرجع للبيئه على فكره. طيب. بس النقطه اللي انا مديتها مشار اثرها فاحنا ننهيها. احد الاشكاليات الكبرى في مصر هي اشكاليه الدعم. انا في رايي انه في هذه المساله هناك معيار في جزئين، خطين ممكن نمشي فيهم او ندمج ما بينهم. اللي العالم انتهى ليهم. الخط الاول هو التعامل مع التبرعات التي تاتي للحزب وتقنينها وافساحها بالشكل القانوني الذي يراقب عليه بشكل علني. يعني ليه انا النهارده شركه مصريه من حقي اطلع جزء من ارباحي اتبرع لجمعيه اهليه، وهذا التبرع
لا يخصم من الضرائب. صحيح. وفي نفس الوقت يمنع منعا باتا على الشخص الاعتباري ولو كان مصريا انه يتبرع لحزب ولا يخصم من ضرائب. دي مساله. صحيح. الحاجه الثانيه انه انا لما يجي لي تبرع من اعضائي او اشتراكات عضويتي لا يمكن ان انا ادخل في اي نشاط استثماري يضر عائد الا عن طريق الجرايد اللي هي ما عادش حد بيشتريها مش بس في مصر، في العالم كله. الجرايد الورقيه النهارده مهدده بالانقراض، وحضرتك طبعا نقيب الصحفيين وانت ادرى مني بهذه الازمه. وبالتالي انت عندك اشكاليه كبيره جدا في هذه المساله. دي مساله يجب ان تحل. النقطه الثانيه في مساله الدعم بره التجارب، وانا مثلا رايي انه من افضل التجارب اللي ينفع في مصر ان احنا ننظر لها تجربه اندونيسيا في مساله الحياه الحزبيه. ان انت ممكن انك تيجي تقول ايه، انا الاحزاب دعمها اولا بقسم الاحزاب لاحزاب رئيسيه واحزاب غير رئيسيه، وهذه مساله ممكن تختلف لها علاقه بالتمثيل البرلماني. التمثيل البرلماني انما انا كدوله محليات. انا كدوله او محليات اي انتخابات. تمام. يعني انت اذا كنت ممثل في انتخابات محليه او شيوخ او نواب او رئاسه جمهوريه، بما ان هذه هي الاستحقاقات الانتخابيه العامه، فانت موجود، فانت هنا بتتحول لحزب رئيسي. ما انتش موجود او حزب لسه بيتاسس جديد فعايز ياخد وقت، فانت بتاخد وقت. انت بتفضل حزب غير رئيسي، حزب ولكنك حزب غير رئيسي في مساله الدعم دي لحد ما تتحول في ده. والدعم هنا بيبقى له علاقه بالتمثيل. حضرتك النهارده حزب بقى عندك نائب في مجلس النواب او عضو مجلس محلي، فانا على كل عضو مجلس محلي كدوله هدي للحزب ده 20,000 جنيه في السنه، على عضو مجلس النواب هدي له 100,000 جنيه وهكذا. وبالتالي يبقى المساله ليها علاقه عشان تقدر انك تشجع ان الناس يبقى العمل بتاعها بنصب على ازاي انها تكسب انتخابات وازاي انها تمثل وجهه نظرها للناس. فدي يعني عدد من الافكار اللي العالم النهارده ماشي بيها، واللي اعتقد ان احنا ممكن نشتغل بيها. لانه برضو على الناحيه الثانيه مساله الدعم المطلق، ما هو ده في النهايه بيجي على دافع الضرائب. انا ليه النهارده اجي على واحد بيدفع ضريبه اخليه يدي من فلوس دافع الضرائب دي لحزب وهو الحزب ده ليس عضوا فيه ولا يساهم فيه بشيء؟ وبالتالي المسألة يجب أن ينظر إليها بشكل موضوعي له علاقة بماذا نريد وكيف نصل لما نريده باستخلاص التجارب من الدول الأخرى، وفي نفس الوقت بالشكل يا دكتور اللي يطمن الناس. لأنه أحيانا كتير جدا لما بنيجي بنتكلم عن قانون الأحزاب السياسية، البعض وإحنا كأحزاب معارضة منهم بيخاف، لان انت قد يكون المساله ان انت عايز تدخل تغير قانون الاحزاب عشان تنهي وجود البعض، وبالتالي دي كانت مخاوف. وهنا بتيجي مثلا اهميه ان احنا نطرح ده في قضيه حوار وطني باشراف مؤسسه الرئاسه. وبالتالي هنا انت الحوار ده بيديك نوع من انواع الطمانينه، ان انت لما بتطرح حاجات ليها علاقه بان احنا ازاي نطلع بحياه وتعدديه حزبيه حقيقيه في مصر. عظيم. طيب سياده النائب محمود اشرف ابو نصر، رايك ايه في القضيه دي؟ الاحزاب بما يؤدي الى الدعم، النقطتين اللي قالهم النائب الامام خاصه بالضرائب وخاصه بالاستثمار، شايف ايه حضرتك؟ انا شايف بالنسبه للتبرعات اللي بتاتي للحزب من خلال كل متبرع بيتبرع للحزب، انا بقول ان التبرعات ديت ممكن يتعمل بيها امانه اقتصاديه. هذه الامانه تكون من متخصصين بتدرس المقدرات التنمويه في كل منطقه على حده. دي امانه في الحزب يعني ولا في الدوله؟ تبقى امانه مستقله ضمن الحزب من الاحزاب، على اعتبار ان العالم دلوقتي بيتوجه الى الاقتصاديات. وهذا التوجه دلوقتي اصبح النهارده الشاب او المواطن اللي بيتقدم للحزب بيقول لك انا هستفيد ايه من الحزب. اصبحت المصالح تتصالح حتى بين الدول الكبرى. والفكر الجديد النهارده العمل التطوعي أصبح بالنسبة لبعض الناس بيعتبروا، أنا بتكلم بحيادية تامة، أصبح بعض الناس بيعتبروا مضيعة للوقت إنه بيضيع وقته. النهاردة الناس دلوقتي بتقول لك أنا عاوز أستفيد إيه أو هستفيد إيه. أنا دلوقتي أما أدرب كوادر حزبية من خلال أمانة اقتصادية على المشروعات التنموية في كل مكان، وأستجي هذه المشروعات بدراسات جدوى، وأعمل دراسات أكاديمية، أعمل بروتوكولات مع الجامعات ومع المتخصصين ومع رجال الأعمال وأصحاب المصانع في هذه المناطق، هبدأ أعمل ثقافة جيل جديد من رجال الأعمال اللي احنا بنفتقده حاليا. السوريين ده دور الحزب ولا ده دور يعني أنا هعتبر الأمانة الاقتصادية هعتبر لا دور رجال الأعمال اللي موجودين في بدل ما بتبرع النهاردة مثلا سي بمبلغ معين، المبلغ ده هينتهي وهرجع أتبرع تاني. أنا بالمبالغ دي أعمل موارد معينة لهذا الحزب. تمام. أعمل موارد معينة وفي نفس الوقت يبقى دفع ذاتي، ويبقى انا اتبرعت النهارده مش هرجع اتبرع بكره، ويبقى الحزب بدا يجيب كوادر معينه تقدر انها
تعمل مشروعات ونستدج المشروعات الصغيرة. أنا عاوز أخلي الحزب يتمشى مع السياق العام. بالنسبة الاقتصاديات دلوقتي بقى أصبحت بتقود السياسة وأصبحت قاطرة العالم إلى التنمية، فمش هكون أنا في معزلة وهفضل أتكلم بكلام مرسل لا يسمن ولا يغني من جوع. الناس عايزة محددات، الشباب عايز أنت هتعمل لي إيه عشان أنا أقدر أدخل الحزب. أنا العكوف ده عاوز أجذبه، فأجذبه إزاي؟ بأن أهيئ للناس من خلال رجال الأعمال اللي موجودين وأخليها منظومة متكاملة، وأخلي لجنة متابعة أو أمانة متابعة أو للموضوع ده تراعي الوضع الزمني للأعمال وتراعي المشروعات اللي ممكن إن احنا نستفيد كل ده جوه الحزب. طب أنت عايز من الدولة الأمانة كل دي إجراءات حزبية أنت حر فيها. أيوة في القانون الأحزاب زي أنا ما أنا أنا كان بيقول أنا الدولة أنا الدولة أنا عايز من الدولة إيه؟ الدولة أبتغي منها حاجة واحدة بس. قولي. أول حاجة إذا كان حزب أدى أداء جيد يعني ولديه أنا عايز كلام أحصاد عيسى كلام محدد جيد دي نسب إيه؟ الأداء الجيد من خلال التفاعل ومن خلال المشاركة برضو كلام الجماهيرية مرسل. يعني إيه تفاعل؟ يعني خد أصوات ولا اتمثل في برلمان؟ يعني إيه إزاي؟ من خلال التمثيل البرلماني. عظيم. إذا تمثيل أنا برلماني. عندي النهاردة تمثيل برلماني في حزب معين وصل لعدد قد كده تمام. أنا شايف كيان بيجرأ هوت، أنا أكون دافع وداعم لهذا الكيان ولو يكن الدعم جزئي. أنا لا أحدد نوع معين من الدعم ولكن أنا بتكلم على إنجاح منظومة ثبت نجاحها على أرض الواقع صحيح. حتى ينظر إليها المتنافسون بنفس المعايير. كل واحد يبدأ التنافسية هنا هتخلق عندي جو حزب مناسب. ده الحتة القصة الأولى. القضية الثانية برضو إحنا عندنا زي ما حضرتك تفضلت 84 حزب وغالبيتهم الايديولوجيات بتاعتهم متشابهه. لا هرجع للايديولوجيات، الايديولوجيات ده موضوع مستقل هرجع له طيب حالا. طيب تمام كلام للصبح. طيب تمام 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 خلينا في الفلوس. انا عايز اقول ال 84 حزب النهارده احنا كحزب حماة الوطن، انا مش بتكلم بقى على حزبي عشان ما يقالش ان انا بخص. انا شايف ان في منظومه وفي مدرسه بتدار دلوقتي وداخل فيها وعملنا بروتوكول تعاون مع الاكاديميه وجهات علميه في تطوير وتدريب وتثقيف الشباب. لا لأن التدريب والتثقيف دلوقتي أصبح القضية اللي لا تحتمل والأمن القومي الخطير. إذا كنا احنا بنتكلم في حياة حزبية النهاردة لازم نهيئ هذا المجتمع الذي سيمارس هذه الحياة. تمام. هنهيئه إزاي؟ بالتثقيف والتدريب. عظيم. والتثقيف طيب. برجع لسيادة المستشار. اتفضل سيادة المستشار دلوقتي عشان نخلص من النقطة الأولى دي. احنا حضرتك سيادتك اقترحت والزملاء كملوا مع حضرتك ودي نقطة مهمة ان اثرتها. النائب عبد المنعم اتكلم على نقطتين بالفعل في كلام فيهم من زمان في قانون الاحزاب اللي هو قبول التبرعات وقيام الحزب بالاستثمار اللي جزء منه اشار له محمود بيه حضرتك والمعايير. يعني دول نقطتين عايز اخد راي حضرتك فيهم، هل دي التعديلات في التبرعات والاستثمار كافي؟ وهل المعايير اللي ذكرها النائب عبد المنعم امام لتلقي دعم من الدوله اللي هي التمثيل الانتخابي بغض النظر في البرلمان ولا هو كافي، ولا حضرتك بتحب تضيف اشياء اخرى؟ لا هو موضوع بالنسبه لموضوع التبرعات هي موارد اي حزب من حاجتين اثنين، التبرعات والاشتراكات. والاشتراكات طبعا ميته خالص، يعني لما واحد يدفع اشتراكه 10 جنيه في السنه مش جايبه يعني ربع علب سجاير. صحيح. تمام بالبلدي كده. صحيح. التبرعات رجال الاعمال ما بيدفعش تبرع الا لما يضمن هو هيوصل لفين. كويس. يعني عشان كده في ظل الانتخابات وضع وفي داخل الاحزاب السياسيه وضع اخر. عندنا رجال اعمال. تمام. واي حزب عنده رجال اعمال. لكن تبرعات زيرو. ولذلك اللي بيصرف على الحزب رئيس الحزب من الاخر كده رئيس الحزب، لكن رجال اعمال عشان يدفع جنيه واحد يقول لك انا هستفيد ايه، ورجال الاعمال برضو الجنيه عنده محسوب مش اي حاجه. وعند اي حد محسوب؟ لا والله مش عند اي حد. البسطاء يعني البسطاء يدفعوا مفروض يبقى محسوب. طب يعني انت حضرتك في التبرعات مش عايز اي تعديل في القانون؟ التبرعات بما يعفيهم من الضرائب زيهم زي الجامعات الاهليه. لا انا مطلبي واضح، النص اللي اتلغى يرجع تاني. اللي هو التزام الدوله او يعني النص بيلزم الدوله بدعم الاحزاب السياسيه. انا بحضرتك كده هترجعني للسؤال، المعيار ايه اللي قاله النائب عبد المنعم امام ولا معايير اخرى؟ لا التمثيل النيابي ما هوش معيار. طب ايه المعيار؟ وحضرتك عارف تماما
ظروف الانتخابات. انا في احزاب موجوده في البرلمان ملهاش شعبيه، ملهاش معلش لا ملهاش مقرات، ملهاش انا بقول لك عفى عليها الزمن. عظيم. وموجوده في وموجوده في المجلس، المجلس النيابي بغرفتين. تمام. لكن احنا النهارده لما انا بتكلم عن حزب مصر القومي، لما اقول لك 136,000 يعني اذا معيار، اذا بتتكلم عن معيار الاضويه وايه ثاني؟ وعدد مقراته المنتشره في المقرات، وانه ده شعبيته تدل عليه. تمام. دي مؤشرات للشعبيه صح. انك انت بتتكلم على عدد الاعضاء ومقرات، عدد مقرات الحزب. حزب مصر القومي عندما بدا، عندما بدا في سنه 2011 في اعقاب ثوره 25 يناير، احنا كان في ظلها الله يرحمه طلعت عبد السادات معانا وتوفى في برضه في نهايه في ذات العام، وكنا داخلين مقبلين على انتخابات برلمانيه، اول انتخابات لينا حصلنا على 6 مقاعد. تمام. وما كانش فيه جنيه يدفع ولا مال وما يسمى بالمال السياسي ولا حاجه. دخلنا بعد كده الناس صرفت على نفسها، خد بالك، وانتخابات لكن نجحوا في المرحله الاولى، لكن المرحله الثانيه اخفقوا فيها، وده ناتج عن ايه؟ اتجاهات انتخابات ليها اتجاهات تانية. عظيم. اذا احنا كده عندنا رايين في موضوع الدعم. تمثيل النيابي يعني معلش ما هوش معيار. النائب عمال الامام مع التمثيل النيابي بشكل رئيسي ولا يستبعد اشياء اخرى ممكن ان تضاف. سياده المستشار رفائيل مع انه العدد اعضاء الحزب وعدد مقراته انتشاره وانتشاره. قبل ما نطلع الفاصل النائب محمود، انت مع حاجه من دول ولا مش مع الموضوع اصلا؟ لا انا مع تبرعات داخل الحزب، لان في مبالغ في بعض الاحزاب. دعم الدوله ممكن دلوقتي في دعم الدوله. دعم الدوله في حاله وجود ممثلين للحزب في مجلس النواب بعدد معين، اللي ده بيظهر او بيعكس تواجد الحزب على ارض الواقع. لا باس من الدعم اللي هو يعني. طب المعيار اللي قالها المستشار رفائيل اللي هي الخاصه بعدد الاعضاء المثبت قانونا في لجنه الاحزاب وعدد المقرات، ناخده في اعتبارنا كدوله او الدوله تاخده في اعتبارها عشان ما تدي دعم، ولا معيار غير دقيق؟ لا انا بالنسبه لي ما لا اؤيد هذا المعيار. عظيم. هنتناقش في الفاصل مع بعضنا. هنخرج فاصل دلوقتي ونرجع لحضراتكم نناقش بقيه هذا الموضوع. خليكم معانا. اهلا بيكم مشاهدينا الكرام مره تانية. وقبل ما نواصل حوارنا مع ضيوفنا في الاستوديو، الحقيقه كان المفروض يشرفنا النهارده الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، لكن في ظرف يعني وفاء لاحد الاقارب اللاصقين حال دون حضوره، واحنا نعزي على الهواء. هو الحقيقه يعني معانا كمان على التليفون عايز يدلي بدلو. اهلا بيك يا استاذ ناجي، والبقيه في حياه حضرتك. اهلا بيك يا فندم. والبقاء لله يا فندم. حياتي الباقي يا فندم، ربنا يبارك فيك. استاذ ناجي، يمكن ما اعرفش حضرتك سمعت ولا لا الجزء الاول من الحوار، نحن كنا بنتكلم على دعم الاحزاب السياسيه في اي تعديلات تشريعيه قادمه. وكان لا. عندنا يعني تباين في معايير الدعم، الكل اجمع على ان الدعم قائم، البعض زي المستشار رفائيل بولس بيتكلم على دعم يعتمد على عدد الاضويه وعدد المقرات. النائب عمال امام ما قالش دي القضيه الاولى بالنسبه له، لكن بالنسبه له ان هذا الدعم ياخذ شكلين، اولا انه التمثيل الانتخابي ايا كان مستواه محلي او ترشح رئاسي او برلماني يبقى له دعم محدد بكل فئه، وكمان يبقى في اعفاء للتبرعات اللي بتقدم للاحزاب من الضرائب، وانه يترك للاحزاب حريه الاستثمار في مجالات غير الصحافه. فراي حضرتك ايه في قضيه الدعم عموما؟ أنا أهم دعم من وجهة نظري إن الدولة تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب. لا أنا بتكلم في المالي دلوقتي، أنا دلوقتي السياسة هرجع لها، المالي عشان نركز مع بعضنا. المالي لو فتحنا باب التبرع المالي بدون سقف كل الأحزاب معظمها هتنظلم. ليه بقى؟ لأن في أحزاب بعينها بتتمتع بتأييد رجال أعمال، وبالتالي بيبقى لها ميزانيات ضخمة جدا، وده اللي بيحقق علينا المساواة ما بين الأحزاب السياسية المختلفة. احنا الأحزاب السياسية المفروض كل حزب بيجيب ميزانيته من اشتراكات أعضائه وتبرعاته. أنا مش مع إن يبقى في دعم مالي للأحزاب السياسية. مش مع إن في دعم مالي للأحزاب حتى لو ممثلة في البرلمان ونجحت في المحليات وعندها أعضاء. أصل أنا التمثيل في البرلمان ده محتاج شروط.
محتاجه ان تكون انتخابات حره ونزيهه. تمام. واللي موجود في البرلمان نتيجه ثقه الشعب. تمام. فدي حاجه وضع ثاني. احنا محتاجين نحط نظام سياسي كويس ندعم الاحزاب من وجهه ايه؟ من وجهه نظرها هو النظام الانتخابي. طب لا بص هفترض زي ما بيقولوا بتوع الاقتصاد مش بقاء الاشياء الاخرى، تغير الاشياء الاخرى كلها. وصلنا لكل اللي حضرتك بتقوله، تغيير النظام الانتخابي، تغيير قانون الانتخابات وقانون مباشره الحقوق السياسيه والمسافه الواحده والاشراف القضائي، كل ده تم. هل بعد كل ده الاحزاب في مصر 84 حزب مش محتاجين دعم مادي، مكتفين باشتراكاتهم وتبرعاتهم؟ ولا لا. الدوله تتدخل؟ لا لا مش محتاجين دعم مادي. مش محتاجين خالص. نهائي. عظيم. طب دي نقطة. وهذا والنظام الانتخابي الامثل مع توافر كل الشروط هنرجع له. هو ده لا. هو ده كفيل بان يجعل هنرجع بص تواجد في البرلمان وفي المحليات وفي كل في المجالس المنتخبه. طب اصل النظام الانتخابي الحقيقه مش النهارده موضوع حوارنا ده، موضوع غايه في الاهميه والتعقيد. هنرجع له يا فندم. تقسيم العمل هو اساس النجاح يا ناجي بيه. النظام الانتخابي اللي بيحقق عداله توزيع اصوات الناخبين على القوائم المختلفه، ده اللي هيبقى فيه يدي الاحزاب فرصه ان يبقى لها ممثلين من خلال تصويت الشعب. انا حضرتك مش مختلف. اما القائمه المطلقه ده فيها اهدار لاصوات الناخبين. انا مش مختلف مع حضرتك نهائيا، انا بس اللي مختلف في حاجه واحده. انا النهارده بصدد القانون 76 لسنه 70، 40 لسنه 70. قانون مباشره الحقوق السياسيه هيبقى له حوار اخر. قانون انتخابات مجلس النواب او الشيوخ حوار ثالث. وبالتالي النهارده بس بنركز في قانون الاحزاب، ندعم الاحزاب ولا الاحزاب؟ وده سؤال عام بقى يا استاذ ناجي، هل الاحزاب النظام الحزبي في مصر بعافيه ولا قوي مش محتاج اي دعم من اي نوع؟ الحزب في مصر يروح مكانه وفي حاله ضعف شديد. عظيم. ولكن هذا الضعف الشديد ليس من صنع الاحزاب السياسيه ولكن من صنع المناخ الحاكم للحياه السياسيه المصريه. طب انا هاخد دي ده كلامك حضرتك، انا فهمت كده استاذ ناجي مش شايف ان الموضوع مادي، هو شايف ان الموضوع في المناخ والبيئه. ارجع لك النائب عماد يملك، تذكرت هذه الجمله من الاول. ضعف النظام الحزبي في مصر مش بس التشخيص زي ما كنا بنتكلم في الفصل، الروشته بالظبط. فين الضعف وتجاوز الضعف عبر تشريعات محدده او اجراءات محدده يتم ازاي؟ طيب انا هكون محدد جدا ومهني زي ما بنقول في المساله، مش هاخدها بمنطق ان انا رئيس حزب. في اشكاليتين كبار. الاشكاليه الاولى ليها علاقه بالبيئه الداخليه داخل الاحزاب السياسيه من سنه 77 لحد الان، ودي ليها علاقه ببنيه الاحزاب السياسيه كلها. والبيئه الخارجيه. البيئه الداخليه احنا عندنا مشكله انه كل الاحزاب السياسيه في مصر، محرك تقعد تدرسها كده هتلاقي ان كل هياكلها التنظيميه قايمه على فكره الشكل الهرمي اللي كان جاي من الاتحاد الاشتراكي لرئيس الحزب في امانه عامه، وكل هذه التشكيلات اللي موجوده، هذا التشكيل اللي في رايي عفى عليه الزمن. فاحنا عندنا اشكاليه كبيره جدا في هذا الامر اللي بيوصل لك لحاجه من اتنين، لحزب في رئيس حزب ومتحكم في الحزب بالكامل والحزب كله هرمي، لنسخه تانية من الاحزاب طلعت بتعمل انتخابات على كل المواقع، فالنتيجه انه مع كل انتخابات الحزب بيتقسم والناس بتمشي، وبالتالي الاسهام في الديمقراطيه الداخليه او انعدامها تماما بوظت الاحزاب من البيئه من بشكل داخلي بشكل واضح جدا. انه الحاجة التانية انه في اشكالية ليها علاقة بالخطاب السياسي. الاحزاب زي ما حضرتك بتقول 84 حزب. انا بستغرب جدا لما الاقي حزب مفروض انه حزب اشتراكي ولاقيه احيانا يؤيد قوانين رأس مالية او رأس مالي ويؤدد قوانين اشتراكية، وبالتالي المسألة سمك لبن تمر هندي. يعني احنا ايام لما كنا بنتكلم مع الحزب الوطني اقول لهم يا جماعة عمالين بتقولوا فكر جديد وأجندة إصلاح اقتصادي كلها رأس مالية، والحزب عضو في الاشتراكيات الدولية. وبالتالي هذه الإشكاليات يجب أن تحل. هناك مدارس سياسية أساسية. أنا على فكرة أنه الأحزاب لازم كلها تندمج وتقف كيانات واحدة، دي مسألة لا علاقة بالأحزاب وقراراتها. لكن في النهاية أنا عندي توجهات، عندي يمين، عندي يمين وسط، عندي يسار وسط، عندي وسط، عندي قومي، عندي اشتراكي، عندي شيوعي، عندي توجهات رئيسية معروفة وليها تأصيل اقتصادي وسياسي في العالم كله. النهارده انا لازم الحزب يبقى واضح جدا فهو بيمثل انهي مدرسه. يعني حضرتك بتيجي تقول لي العاده اقول لك احنا حزب يمين وسط، حزب ليبرالي اجتماعي وعبر عن الطبقه المتوسطه المصريه، واضحين احنا عارفين عن ايه وبنتكلم عن ايه. تمام. وبالتالي دي اشكاليات كبيره جدا ليها علاقه بالفكر. انه في بقى اشكاليات قانونيه زي قانون الاحزاب وغيره، لكن بشكل واضح جدا الاشكاليات بقى الخاصه بالسياسه العامه اللي استاذ ناجي اتكلم عنها.
والاشكاليات والبيئة العامة دي بقى على فكرة ده امر متوارث من ايام الرئيس السادات، يعني مش هتكلم عن حقبة بعينها، انا بتكلم عن مجمل قانون من سنة 77. اولا عندنا اشكاليات ليها علاقة بسمعة الاحزاب. الاحزاب في مصر سمعتها للأسف في الشارع ليست جيدة، لانها تعرضت على مستوى طويل من السنين لحملات غير عادية من التشويه من بعض المنصات الاعلامية. هذا امر يجب ان يتوقف. لازم نقول للناس ان البشريه لم تخترع وسيله لتداول السلطه الا الاحزاب السياسيه، عشان برضه مدرسه الاجراء اللي انا منحاز لها. عندنا احزاب بتقول كلام ممكن يبقى صحيح، لكن طب نشرعه ازاي؟ هل نحط في قانون العقوبات او قانون الاحزاب نفسه شيء اسمه اللي انت بتقول التشهير او الاساءه للاحزاب لكيان اعتباري؟ كيان اعتباري موجود، مش بتكلم على قانون اعتباري. يمكن كيان اعتباري يا سياده المستشار، لا بتكلم على كيان اعتباري في باب العقوبات. انه ايه بيقول بقى؟ اي حد يشهر بالحزب او ينشئ حزب على خلاف هذا القانون. لا مش حزب، ده حاجه ثانيه، بتكلم على اللي بيقولوا من امبير، ده نقطه اضافيه. طبعا هو انه احنا في القانون المصري السب والقذف والتشهير بينصرف الى الاشخاص الطبيعيين. هل نعمل الاحزاب مواد جديده؟ ده سؤال انا ما عنديش اجابه. تتعلق باللي بيقول النائب عبد المنعم امام انه الشخص الاعتباري اذا تعلق الامر كحزب سياسي بالتشهير به يبقى في عقوبه دون عقوبه سواء ماليه او جنائيه. مواد قانون العقوبات بتسرع الكل، اشخاص طبيعيين او اشخاص اعتباريين. انا لو اسب لشخص اعتباري، الشخص الاعتباري ده على راسه شخص طبيعي. طبيعي. فاذا ايه؟ اذا انا لما بسب رئيس مجلس اداره كذا او رئيس حزب كذا يبقى ده شخص طبيعي بيمثل حزب بحاله. يعني فبالتالي مش مزيد من التحصين. لا، حته موضوع السب والقذف ده هذا حزب سيدمر مصر، موضوع حد قال كده، هذا حزب خارج عن الـ عن الـ عن الاجماع الوطني، هذا حزب يعني ما ده يدخل في نطاق السب والقذف. اسهل يا فندم حاجه، مش محتاج حاجه خاصه للاحزاب. قانون العقوبات تكفل بيها. رد قانون العقوبات تكفل بيها. انا ولا فرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. انا يعني في هذه المساله انا في رايي انه لازم يكون في نص، وده ممكن يضغط جهاز التعديل. احنا عندنا مشروع كامل لمساله الاحزاب في النقطه دي، هنعرضه بالظبط. عظيم جدا. الجزء الثاني انه في بقى اشكاليات في الموروث يا فندم. اولا القطاع الحكومي، كل العاملين في الدوله المتعرف عليه من ايام مدرسه اتحاد الشراكه القديم، انت مش هتترقى الا لو كنت عضو في حزب السلطه. طب ما فيش احزاب سلطه. وبالتالي ثواني بس، ما فيش حزب جمهوريه مش عضو ممنوع. وبالتالي مع الوقت حصل فراغ داخل الكيانات الحزبيه من الكوادر الحكوميه اللي عندها معلومات وداتا، لانه بقى خايف يتعامل مع دخول اي حزب غير الحزب اللي عنده الاغلبيه او حزب السلطه، وبالتالي ده عمل اشكاليات كبيره جدا. دي مسألة محتاجة قرارات إدارية، محتاجة توعية. الجزء الثاني اللي اتكلمت مع حضرتك فيه أنه أنت لما بتروح تتعامل مع مؤسسة من مؤسسات الدولة، عايز أعمل معاكو لمكافحة كورونا حملة ولا لتطعيم الأطفال، إذا أنت ما انتش الحزب بتاع الأغلبية بدون تعليمات هو ما بيرضاش يتعامل معاك. النقطة بقى مهمة جدا عشان بس أكون قفلت. نقطة مهمة جدا أنه المناخ العام السياسي والتدخل بشكل كبير في فترات تاريخية كبيرة جدا للسلطة الأمنية في العمل السياسي بشكل غير عادي. هذا الأمر من المهم أن احنا نحط ليه ضوابط تشريعية واضحة داخل القانون تحدده. وبالتالي أنت النهاردة أنا عايز أبقى حزب سياسي ممكن أتجه أن أنا أمارس أمر يسبب عنف أو خلل أو فوضى في الشارع، وده طبيعي أن الأمن ينظر ليه أنه باعتبار عشان برضه هو بيهمه الأمن العام طبعا. وفي نفس الوقت ما ينفعش أنك تتدخل في أنك توقف لي أي عمل حزبي بهذا المنطق. وبالتالي هذه المسألة يجب أن تحل. الجزء بقى بتاع اللي أستاذ ناجي اتكلم فيه طبعا الانتخابات والمنظومة. هستنى علي، هستنى عشان سيادة النائب محمود أشرف أبو النصر. سيادة النائب دلوقتي أنت سمعت حضرتك الحوار ده، وانا يهمني اعرف رايح حضرتك خاصه في فكره معاقبه من يتعدى على الاحزاب. سياده المستشار شايف انه قانون العقوبات كافي، النائب عبد المنعم شايف لا انه هيتقدموا بالنصوص. في حمايه وطن حضرتك شايفين ايه؟ هل زائد موضوع الخاص ب وانتم من الاحزاب الكبرى في التمثيل البرلماني وقد يعني يمسكم ما ذكره النائب عبد المنعم امام ان الناس هتبقى يعني حاسه انها الموظفين لا انتوا مستقبل الوطن، احزاب كبيره يعني فيعزفوا عن الاحزاب الاصغر. ده هل شايفه صحيح ويتعالج ازاي اذا كان صحيح زي ما بنلعب؟ اول حاجه بالنسبه لعمليه اضافه عقوبات بالنسبه او نصوص بالنسبه لمن يسيء الى حزب معين، انا برا يعني كرؤيه شخصيه
ان قانون العقوبات كفيل وانه ما بفرقش بين شخص اعتباري وشخص طبيعي، هو بيتعامل في المساله بشكل عام. وانا شايف كل ما ازدنا من النصوص القانونيه كل ما دخلنا نفسنا في دايما في دائره قليله جدا، فدايما النصوص لازم يكون فيها نوع من انواع المرونه، ولازم تكون ما دام هي بتحاكي الجميع فهي لم تفرق بين ده، كل ده كيان داخل الدوله والقانون وضع للدوله بشكل عام بما فيها هذا الكيان. فاعتقد ان الامر كافي بالنسبه للعقوبات في لقانون العقوبات. لا نحتاج. اما بالنسبه لحكايه ان في تفرقه او الموروث او الحاجه زي كده، انا بتوقع حاجه معينه. عبد المنعم بيه انا يعني هو شخصيه محترمه جدا جدا، بس انا بعتبر ان كاريزما النائب والشخصنه في التعامل مع الموظفين او مع كل الدوائر هي ما زالت السمه. صحيح انا بنتمي لحزب محترم وحزب بينتمي يعني بيضم كل اطياف المصريين وله تمثيل جيد في البرلمان، لكن انا برى ان النائب بشكل عام هو مش نائب خدمات اساسا يا جماعه عشان يحتك مع موظفين حكومه، ده هو نائب تشريعي. احنا ما الا ان ثقافه الوعي والثقافه لدى المصريين جعلت منه نائب خدمات مش وظيفتي. وان شاء الله انا بقول يعني يمكن المحليات تيجي وتحل هذا الموضوع ويضع كلهم في مكانه، ولا سيما ان هيكون عندنا 54 الف عضو في المحليات اكثر من برلمانات العالم كلها. في 2008 54 الف عدد السكان دلوقتي العدد يزيد متوقع كده كمان. متوقع كده. طيب اما بروح لسياده النائب رئيس حزب الجيل استاذ ناجي الشاب. استاذ ناجي، انت ايه رايك فيما دار حتى الان في موضوع حمايه الاحزاب من التشهير والتشويه، وايضا تراث او موروث الانحياز للاحزاب تبدو هي اقرب الى الدوله والى السلطه؟ يعني هو انا مش مع سن قوانين. الاحزاب قادره انها تحمي نفسها، والاحزاب قادره انها توجد علاقات بينها وبين الاحزاب الاخرى وبين التيارات المكونه للحياه السياسيه علاقات جيده. انا كل اللي يشغلني يا استاذ ضياء نحن نوفر مناخ جيد لعمل الحزب السياسي. الاحزاب ليس مهمتها يعني رشاوى انتخابيه. الاحزاب مهمتها ان هي عندها برامج سياسيه. صحيح. من خلال هذه البرامج بتاع المواقف المختلفه تجاه القضيه المختلفه. صحيح. وده الموقف وده موقف. وانا عشان كده مش محتاج تمويلات كتير. انا محتاج حزب عارف دوره ايه، يؤدي دوره السياسي تجاه القضايا المختلفه بشكل محترم، ويكون اساسا هو هذا الحزب كل يعني كل همه يعني يبقى مع الدوله المصريه ويدافع عن الامن القومي المصري، وان هو ما يبقاش له اجندات خارجيه في اطار الجماعه الوطنيه وحمايه الامن القومي المصري. يجب الاحزاب كلها تبقى على قدم مساواه وتشتغل وكلهم ولادي. نعم. وما يبقى في علاقه وكل والدوله تقف على مسافه واحده من كل الاحزاب اللي في مصر. انا محتاج اعمل نظام سياسي واعمل نظام انتخابي، وانا مش اخترع الذره. انا عندي كان عندنا تجارب كتير. انا من أسوأ النظم الانتخابيه ونظام القيمه المطلقه اللي قايمه اللي بتجيب 50% من الاصوات تكسب كل المقاعد، وبقيه الاصوات 49% ما لهمش من يمثلهم في البرلمان. وبالتالي انا محتاج نظام قائمه نسبيه غير مشروطه، بحيث الناس اللي تدخل الاحزاب تخوض الانتخابات ولا ممثلين من خلال ثقه الشعب فيهم، من خلال انتخابات حره نزيهه بنسب ثقه الناس فيها. وانا بقى في هذه الحاله الاحزاب من خلال مواقفها السياسيه المختلفه تقوى. الاحزاب بهمتها تعمل راي عام حول رؤيتها، حول قضاياها المختلفه، حول برنامج السياسي والبرنامج الانتخابي. نعم. دور الاحزاب السياسيه. وعشان كده انا لا يعنيني كثيرا ان 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 ان, إن يكون عندي ميزانيات ضخمه. اعمل ميزانيات ضخمه ايه؟ لا انا عندي برنامج وعندي قيادات مؤمنه بهذا البرنامج. نعم. وعندي سياسات حكوميه معلنه وعندي سياسات بتنفذ، وليا والمفروض مني كحزب سياسي اعلن موقفي تجاه هذه السياسات المعلنه من الحكومه وهذه القضايا التي نفذت، ودي مش محتاجه مني حاجه. وانا منظمه ديمقراطيه عندي تشكيلاتي بالانتخابات ومن خلال ما حدش يتدخل فيها. انا عايز ابعد كل المؤسسات الخارجيه على الاحزاب السياسيه. عايز اديها فرصه انها تشتغل في جو هادئ بحيث انها تقدر تمارس نوعها السياسي، يبقى في طرح بقى سياسي مختلف في القضايا المختلفه. وانا قلت لك ان ايه؟ انا شريط ان هيكون هذه الاحزاب لا يكون لها اجندات اجنبيه. الافه الكبرى
التي اطمت ظهر الاحزاب المصريه التمويل، سواء كان تمويل خارجي ولا تمويل داخلي. نعم نعم. ودي اللي خلت الاحزاب حتى الاحزاب الوطنيه غريبه في المناخ السياسي، في المناخ الحزبي احنا عايشينه كلهم احزاب وطنيه، وطول عمرها وقفت ظهر الدوله المصريه. احنا محتاجين ان احنا خلاص عدينا مرحله انتقاليه، والرئيس دعا لحوار، وهذا الحوار قال لك لا يستثني احد ولا يكشي احد. عايزين هذا الحوار ينتج عنه حياه سياسيه وحزبيه وبرلمانيه سليمه في مصر. عظيم. كل مشاكل مصر تتحل. عظيم. الرؤيه وضحت جدا جدا، احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ ناجي الشهاب رئيس حزب الجيل، وبنعزيك في يعني، وبنخرج مشاهدينا الكرام لفاصل، نرجع بعد لفقرتنا الاخيره. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه في الجزء الاخير من حوارنا المهم، وبرجع لسياده الدكتور رائيل بولس توادرس رئيس حزب مصر القومي. هرجع لموضوع ثاني بقى. دلوقتي في 84 حزب في مصر. اخونا دكتور عبد المنعم امام قال كلام كلنا عارفينه من في مصر وفي العالم، انه على مستوى الافكار في العالم مش 84 فكره. يعني اكيد يعني في افكار كتير متناسقه، بس لا تصلح 84 فكره تعمل 84 حزب. اثنين، انه كمان في تجارب العالم لا يوجد الا في حالات انتقاليه بتاخد وقت قليل هذا العدد من الاحزاب الرئيسيه او الفعاله في اي دوله. في اي دوله، الدوله الابرز في الغرب كله في موضوع الاحزاب الاكبر والحركات هي فرنسا. ولكن بنلاقي يعني عدد في الاخر بتكلم على 6 7 8 وبيتنقلوا بيغيروا اسمائهم، بيبقى ده مش عارف اسم ايه، الجمهوريه نحو الجمهوريه من، لكن في النهايه الاصول واحده. وبالتالي فكره الاندماج اللي كنا بنناقشها في الفاصل، والاندماج ده مش في نص تشريعي، ما اظنش في حد هيجرؤ يخالف الدستور. صح. لكن في الواقعي استاذ دكتور عبد المنعم حدد نفسه قال احنا عباره عن يمين وسط ليبرالي. طيب شبهه هنلاقي 8 احزاب تانية اذا وصفوا نفسهم بكده. طب انتوا بعاد عن بعض ليه؟ فانا بسال على مصر القومي، تصنيفه الفكري فين؟ وايه اللي شبهه؟ وليه ما بيندمجش، او هو يمد ايده او ياخد اللي شبهه في حضنه؟ برضه هرجع تاني للماده الخامسه. تمام. التعدديه الحزبيه. اذا النص الدستوري مش التفتتيه. لا. التعدديه نص مفهوم. التعدديه. انا مش بقول ضد التعدديه. بقول لك عشان مصلحتك ومصلحتي. أنا كحزب النهارده بيبقى عندي 84 حزب وعند منهم 60 أو 50 كل 20 شبه بعض، أنا بسأل كنت، ده مش سؤال إجباري، ده اختياري، هل أنتوا راغبين إن الأحزاب اللي شبه بعض تبقى قريبة من بعض، ولا كل واحد عشان دي بتاعتي يبقى بتاعتي؟ لا، هيؤدي الفكرة دي هتؤدي إلى اندثار أو اضمحلال التصورات السياسية. طب سؤال عشان افهمها بس، مصر القومي يفترق ايه؟ اهو يعني 3 احزاب عاديين في الافكار، يفترق ايه عن حماه الوطن فكريا في التصورات، ويفترق ايه عن العدل عشان احكم ان كنتوا ما ينفعوش تندمجوا؟ ايه اللي يفرقكم؟ ايه ال 83 شيء المختلف عن 84 حزب الباقيين؟ ترجع بقى لكل حزب البرنامج. انا بتكلم مصر القومي، انا بتكلم اهو. كل حزب لما تيجي تقارن بين احزاب، هات البرنامج ده وهات البرنامج ده اللي تقدم بيه وقت التأسيس للجنة شؤون الأحزاب، اللي تقدم بيه البرامج هي اللي بتحدد، البرامج المكتوبة والمسلمة إلى لجنة شؤون الأحزاب. ما هو التطابق مش بالكلام، يعني لو في بنسبة تشابه 60% أو 50% أو 70% أو 40%، ده ما يكفيش. وليه السؤال للجميع، وليه ألجأ إلى ذلك؟ وانا يعني يؤدي الى، انا عايز ازدهار الحياه السياسيه. ده له فكر وده له فكر وده يقول كلمه وده. مشار. امريكا فيها حزبين ومزدهره قوي، وبريطانيا فيها حزبين ومزدهره جدا. ال 84 في مصر مفيش اي ازدهار. فحضرتك انت شايف ده مؤشر ازدهار اللي سعادتك بتتكلم فيه؟ مصدره عدم التزام الدوله بدعم الاحزاب السياسيه. اذا خلاص دكتور عبد المنعم، انتوا يعني مفيش حد شبهكم كحزب العدل؟ يعني متفردين زي سيدنا ابي ذر كده تبقى عصوا وحدكم، ولا في ناس شبهكم؟ والسؤال كذلك لمحمود بيه، يعني في سعي الناس تندمج ونكبر مع بعض، ولا سياده بشار شايف لا احنا كل واحد في حاله؟ مش في كل واحد في حاله، ده اللي قلته يا سياده بشار. انا ما قلتش في حاله. امال ايه؟ مع نفسه. مش مع نفسه برضه، مش بنفس
التعبير ده. امال ايه طيب؟ انا بقول في اسراء سياسي نتيجه التعدديه يا فندم. الحزب التعدديه مش التفتتيه. لا التعدديه. هات لي بلد في العالم هو في 84 هو حزب. النص الدستور قال تفتتيه ولا قال تعدديه؟ بتقول انت التفتتيه الدستور قال تعدديه. انا عايز حضرتك تديني مثال لدوله في العالم ديمقراطيه ومشهود لها بالديمقراطيه في 84 حزب نشطين وكلهم ممثلين، معناها البرلمان كل واحد فيه ثلاثه لو احنا بنتكلم كده. لكن اللي بقوله بالعكس ده عشان قوه الاحزاب. خلينا نشوف حزب العدل، انتم متفردين ولا في حد شبهكم؟ لا يا فندم اكيد في ناس شبهنا، لكن الاشكاليه مش في مساله مين شبهك ومين لا. هي الاشكاليه ليها علاقه، هاخدها لحضرتك من زاويه ثانيه خالص اقتصاديه. لما اشتريت اول خط محمول كان بكليك، تمام، فاكر وقتها كان الخط ب 1200 جنيه والدقيقه ب 4 جنيه الا ربع. مظبوط. لما بقى في موبينيل ولما بقى في اتصالات ولما بقى في وي، كنا وصلنا لمرحله انه الخط بيتباع ببلاش، تمام، وبتبتدي الشركات دي مع بعض تبتدي تتفق في عناصر توحد ما بينها سورس الخدمة وبتاع، وبالتالي المنافسة يا فندم لما بتهيئ القاعدة بشكل مظبوط وبتسيب الموضوع لمنافسة حقيقية شفافة مع الناس، الناس من نفسها هتاخذ هذا القرار. لكن هذا القرار يجب أن يأتي بقرار ذاتي من الأحزاب ذاتها طبعا، وليس في إجبار بأي دخل. لا 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 يوجد، لا لأنه يوجد للأسف بس تدخل. لا يا فندم للأسف على الأحزاب دلوقتي. للأسف في هناك بعض الأصوات بتنادي بده بأنه ده يقنن، وبالتالي هذا أمر غير مضحك. خليني بس لا لا أصل الجملة دي أنا اللي طلعت السؤال. أيوة طبعا أنا فاهم وجهة نظر حضرتك، بس لا يخطر بالبال ولا يسمح. أنا بقول لك هو وأنا متأكد لا دستوريا ولا قانونيا ولا واقعيا. لا في ناس بدأوا في الفكرة يا فندم. أنا بتكلم إجابة صارمة ونهائية، كل واحد يجتهد زي ما عايز. الدستور لا يسمح بهذا ولا القانون. الدمج وعدمه ده قرار ارادي يملكه اصحاب الشأن. لكن سيبك من دول، يعني ما تعلقش على شيء. الحاجه الثانيه اللي عايز اقول لحضرتك بقى مفاجاه، القانون المصري الحالي لا يسمح بدمج الاحزاب. يعني اذا انا بكره الصبح حبيت اندمج مع حزب حماه الوطن مش هنستطيع. والدليل على كده حزب الجبهه الديمقراطيه لما جه اندمج مع مصير الاحرار لم يندمج قانونا، هو الناس ثابت هنا وراحت، لانه مزبوط. حزب المؤتمر اللي كان دمج ست احزاب لم يندمجوا. طب على المستوى القانوني القانون يحصل تشريع يحصل تعديل طبعا، هو جزء من ده يسمح جزء من ده هو القانون برمته، قانون الاحزاب السياسيه. عظيم. وعايز هنا اقول لحضرتك وجهه نظر مهمه جدا لازم اعرضها. حزب زي الخضر بره صحيح، هل هو حزب شعبي عنده 60 70 مقر وملايين من البشر؟ لا، هو حزب عنده فكر مختلف بيطرحه واقليات، لكنه هتلاقيه موجود في معظم الاحزاب الاوروبيه ومعظم الدول الاوروبيه حتى في البرلمان الاوروبي بتمثيل بسيط، لكنه بيعبر عن وجهه نظر. تمام. فالمساله برضو مش عايز الناس تبقى بتتعامل مع الاحزاب في مصر. ايوه بس الوان اخرى. لا انا بدي مثال انه المساله ليست عدديه، المساله ليها علاقه بوجهه النظر التي تقدمها، بانت بتعبر عن مين وبتدافع عن مين وايه هي المصالح اللي بتعملها. عشان كده دايما بنقول انه في مساله الاحزاب، المساله لما انا طرحت مع حضرتك انا ما قلتلكش في احزاب تتلغي، انا بقول لك ان يتعمل عتبتين لكن كل الاحزاب موجوده، لكن في عتبه معينه انا بعمل وفي عتبه تانية انا بدي لاي حزب عايز يتشكل. احنا في العالم في بعض الدول احزاب قطريه، يعني حزب يتعمل في محافظه عشان يجيب مقاعد للمحافظه دي بس وغيره ويبقى مهتم بمحافظته. وبالتالي المساله انا ما خافش من فكره تعدد الاحزاب، لكن المهم ان انا اعمل قانون وقاعده تنظم العمل الحزبي اللي في رايي ان كل المجالات في مصر من ايام الرئيس عبد الناصر تم العمل على اصلاحها الا المجال الحزبي والسياسي. سياده النائب امام يعني دبلوماسيه هائله في العوده الى الحزب برضه. طب سياده النائب محمود كلام واضح تاني في نفس النقطه. نعم. انا باكد لا يوجد ولا يمكن ان يوجد تشريع يلزم الاحزاب باي حل او دمج لانه مضاد للدستور. لكن وانه التعدد شيء زي ما كنت بقول لسياده المشهر، والتفتت شيء تاني. وانه بالفعل ممكن تبقى الناس في الاخر هي الحكم زي ما بيقول سياده النائب عبد المنعم امام، لكن كمان انا ليا قرار كحزب، مش بس بترك نفسي للتجربه عشان اتاكد ان انا مش موجود فاضطر اندمج. حزب حماه الوطن ايه اللي يفرقه كتير عن الشعب الجمهوري او عن مستقبل الوطن؟ انتوا مع بعض في تحالف واحد. انا زي ما سالت من انا عامل امام يعني بدبلوماسيه بعد، لكن انا بقربك انت ثاني. ليه الاحزاب دي ما تبقاش حزب واحد؟ والله والله هي فكره الاندماج والحاجات دي كلها. احنا كحماه وطن من البدايه قلنا ان حماه الوطن يسع للجميع.
عظيم. ما عندناش اي اعتراض على ضم اي حزب الينا، لان احنا نؤمن بان الكيانات بتكبر بالاندماج. صحيح. فدايما الاتحاد بيولد وضع كبير جدا وبيولد اداء سياسي جيد، والحاجات اذا كان فيها حتى اختلاف بسيط فالاختلاف والتنمع والتناغم بيعمل نوع من انواع الابداع، وكله بيتسابق في انه بيؤدي الدور بشكل جيد. اما عن حكايه 83 حزب، فانا شايف برضو ان هذا يعني العدد ده عدد كبير جدا جدا جدا، ودايما القوه في الاتحاد، ومش الاتحاد بالضروره ان انا اكون 83، ثلاث احزاب اربع احزاب. يعني زي ما قلت حضرتك فرنسا اللي بنغالي فيها في العدد الكبير قلنا 7، امريكا 2، اشياء صغيره فيها اشياء صغيره. القصه كلها القصه كلها تتلخص في حاجه واحده بس، انا عاوز اهيئ المناخ والوعي لدى المواطن انه يؤدي حياه سياسيه صحيحه. وقضيه الوعي دي من اخطر القواعد، وافرضنا احنا كحماه الوطن في 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 مجلس الشيوخ جلسه خاصه بالوعي، وتداولت في لجنه الدفاع والامن القومي اكثر من 20 جلسه، وتقدم السيد النائب اللواء طارق نصير امين عام الحزب لما له من اهميه خاصه في التاثير على الامن القومي. قضيه وعي المواطن دي مهمه جدا جدا. انا يعني اؤكد لك ان غالبيه المواطنين ما يعرفوش ان في 84 حزب، واحنا قبل ما نقعد مع حضرتك ما نعرفش ان في 84 حزب، وما يعرفوش يفرقوا بين الافكار اللي موجوده. انا يهمني الترويج للامر، يهمني التواجد في الشارع، يهمني الانعكاسات ديت بالنسبه على في للراي العام وللشارع، هو ده المهم. فانا بتكلم من يعني ايه، بستقي المصلحه العامه من خلال بعيدا عن المصلحه الحزبيه. صحيح. بان سؤال واحد واخير هسمح لك بالطريقه سياده النائب، بس سؤالي بسيط، في الحوار الوطني كحزب مصر القومي انتوا رايحين بايه؟ يعني غششني، رايحين بمقترحات تشريعيه في مخصوص الاحزاب، مش بتكلم في خصوص القانون الاحزاب ووضع الاحزاب، مش قضايا اخرى. هل في شيء تشريعي هتقدموه كمقترحات او شيء اجرائي؟ ده بنقوله على الهواء قبل ما يبدا الحوار. احنا قدمنا مشروع وطالبنا بتصحيح وتعديل قانون الاحزاب السياسيه. عظيم. اذا في مقترح تشريعي بتعديل قانون الاحزاب. عظيم. من ضمن المقترحات لجنة شؤون أحزاب ذاتها تشكيلها، التشكيل بتاعها كويس، تشكيل قضائي تمام وده محايد طبعا، لكن لابد من إضافة اختصاصات أخرى لهذه اللجنة. اللجنة حاليا اختصاصها الموافقة على تأسيس الحزب متى توفرت شروطه، وحل الحزب إذا لم تتوفر فيه شروطه وعرضها على المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص. لا احنا في اشكاليات كبيره في داخل الاحزاب بس مطروحه كمقترح تشريعي. كمقترح اللي انا بقوله اللي انا هقوله دلوقتي ان دلوقتي ان بتحصل مشاكل داخليه داخل الاحزاب وتنافسيه، ده يقول انا رئيس الحزب وده يقول انا رئيس الحزب وده عايز يعمل جمعيه عموميه وده عايز يعمل جمعيه في معظم الاحزاب. لا انا عايز لجنه في احزاب تكون في هذا الموضوع يضاف اختصاص حل المنازعات الداخليه. عظيم. انا مش هطفي في التفاصيل في الحوار بس عشان الهواء بيخلص. اذا في مقترح تشريعي، هل في مقترحات لاجراءات او قرارات تنفيذيه تضمن دعم الاحزاب متقدمين بها كمصر القومي في الحوار؟ القوانين، مشروعات القوانين واللوائح والقرارات لابد ان تعرض على الاحزاب السياسيه، الدوله ملتزمه بكده، تعرض على الاحزاب السياسيه. اللي احنا شايفينه الدولة في اتجاه والاحزاب السياسية في اتجاه اخر. بس ما اعرفش انها تعرض تعرض الالزام ده فين؟ لازم الاحزاب تشارك. ما يعني احنا بس ده مش موجود في النصوص ولا في الدستور ولا في القوانين يا فندم. هذا لا ده نص صريح ان الاحزاب السياسية تشارك، مهمتها تشارك بس الدولة. هي تشارك بس تشارك الدولة في ايه؟ مشاركه، ده تفسير بقى للمشاركه. عظيم. كويس. ده كويس في صنع القرار. عظيم. ده بالعكس وما هو القرار ده انا بشكرك جدا على الاقتراح ده. من امبيه عندكم انت قلت ايه التشريعي وايه الاجراءي اللي انتم مقدمينه فيما يخص دعم الاحزاب؟ يعني بشكل عام احنا هنقدم على في الحوار الوطني رؤيه شامله بتوصف المشاكل والحلول لمساله الاحزاب، بتشاور على تجارب اخرى، بتحدد المحاذير اللي الناس عندها تخوفات منها، وبتقترح عدد من الاجراءات التنفيذيه. يعني احنا عاملين رؤيه كامله لمساله التشريع زي مقترح تشريعي بالظبط. يعني عندنا مقترح تشريعي ده جزء الرؤيه العامه، ازاي مقترح تشريعي ده يطلع بشكل واضح جدا، لان انا رايي ان المقترح التشريعي ده لازم يتحط بشكل جماعي. عندي وجهه نظر في ده.
دي مسألة. المسألة الثانية قرارات تنفيذية على السلطة التنفيذية أن تأخذها بشكل واضح جدا بقرارات وقرارات إدارية ومناشير في هذا الشأن. في عدد أخرى من الملفات اللي على جزئها مثلا هيحصل تماس زي ملف الإصلاح الإداري الهيكلي طبعا. اللي احنا مهتمين به اللي هيبقى فيه تماس. وعايز بس التصحيح لمعلومة لا أسبانيا فيها أكتر من 100 حزب أنا عارف. يعني وموجودين أنا بس عشان موجودين في تجارب والهند موجود على الورق لكن وأمريكا فيها أمريكا عشرات كتير. الأحزاب فهي الفكرة هو هي الفكرة اللي احنا قلنا عليه فين الأحزاب الرئيسية وتحطت لها حدود وفين الأحزاب الغير رئيسية بحيث انك تضمن ان الكل موجود ما تبقاش انت بتتدخل في فكرة انك بتغير في التركيبة الحزبية لأسباب ليها علاقة بالسياسة او مين مع على مين التدخل وبالتالي دي مسألة لا مسموح به لا دستورا ولا قانونا وحدود ايه عندكم ايه هتقدموه في موضوع دعم الأحزاب احنا مقدمين ملف كامل متعلق بكافة المناحي وقدمته لجنة مكونة من فريق عمل بالحزب برئاسة معالي الأمين العام وأمين التنظيم ويتوجهوا إلى الأكاديمية وقدموا رؤى شاملة بخصوص كافة الملفات لا يحضرني تفصيل أقدر أذكره بشكل معين ولكن كله في حين وإن شاء الله سيكون محل نقاش. هذا خير يعني ختام لخير حوار. أشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب محمود أشرف أبو الناصر نائب رئيس هيئة البرلمان لحزب حماة الوطن على تشريف حضرتك لنا مجلس الشيوخ طبعا. شكرا سيادة النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بشكر حضرتك جدا وبلدياتي مستشار الدكتور رفائيل بولس تغادرس رئيس حزب مصر القومي بشكر حضرتك جدا جدا شكرا نورتونا وإن شاء الله يعني نستأنف حوارنا في أماكن أخرى وإحنا سعداء إن أنت بتدير هذه الندوة على الهواء مباشرة بجد قيمة وقامة واحسنوا الاختيار والله العظيم لما فيه من الرسائل في كل انا مش بقول لك لمجرد ان انا بتكلم مع ضياء بيه لا ده هو الشارع فعلا لقى هذا الموضوع بترحاب جميل جدا ان شاء الله ننجح جميعا معا ان شاء الله ننجح بس ان شاء الله ربنا يوفقك وفي نفس الوقت يكون في قطب للحوار وما ينطلقش وما ينزلقش الى حاجات مش مظبوطه ان شاء الله يكون في سقف معين بارادتكم بقدراتكم باقتراحاتكم احنا كلنا ما انا الا متلقن لما تقولون يعني وموزع لما ستفعلون يا فندم ففي اشكرك شكرا جزيلا لا احنا على حد الناس دي كويس لكن احنا بنتكلم بشكل عام احنا كلنا نتحد في بناء وطن ان شاء الله كلنا باذن الله بكل شكرا يا فندم مشاهدينا الكرام بنشكر ضيوفنا مره اخرى وبنشكر حضراتكم يوم الجمعة خلص نقابلكم إن شاء الله الخميس اللي جاي